الممثلة فرح الفاسي تعلن تتويج فيلمها آخر اختيار بثلاث جوائز بمهرجان الشاشة السوداء بالكاميرون. إليكم التفاصيل. أعلنت الفنانة فرح الفاسي تتويجها بجائزة أحسن ممثلة عن الفيلم السينمائي آخر اختيار الذي حاز على جائزتين بمهرجان الشاشة السوداء بالكاميرون. وطلت الفاسي على متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام والسعادة تملأ قلبها، معلنة تتويج فيلم آخر اختيار، وأرفقت المقطع المصور بتعليق جاء فيه جائزة أحسن ممثلة، جائزة أحسن سيناريو، الجائزة الكبرى، الحمد لله، الفيلم السينمائي آخر اختيار. شكرا المهرجان السينمائي الدولي شاشة سوداء بالكاميرون، شكرا لجنة التحكيم الدولية، شكرا للمخرجة الرائعة رشيدة السعدي، شكرا للمنتج الرائع حسن بن جلون، شكرا للطاقم الفني والتقني. يذكر أنه قد سبق لفرح الفاسي أن أعلنت تتويج فيلم آخر اختيار للمخرجة رشيدة السعدي بالجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للسينما بجيفارا بدولة كوبا. يشار إلى أنه يعرض حاليا لفرح الفاسي بالقاعات سينمائية فيلم سينمائي بعنوان البطل من إنتاج رضوان وإخراج طريقها الفنان عمر لطفي، ومن بطولته الفنان عزيز داداس، مجدول الإدريسي، رفيق بوبكر، أسماء الخمليشي، وفهد بن شمسي.